بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبينول رمضان شروع توتيا زيائر تشتريك مزائر فنسيقاي او باي خونو باي زودي اري رمضان شروع لتي مهنت بري نو فرد ولين ازيات تشتريك مزائر فنسيقاي ار خوكن دين باقي اسي دين او باي دينين مز مهنت غسنا دينين مز كنا بيش بري مهنت غار الله تبارك وتعالى ركاشنا. يا اخواني، رمضان ارماش اتور ماش تشتريك ديگو دين منشيط نففان. سبحان الله، الله تبارك وتعالى زند الله نگي خوي زي اياما معدودات فرا مشتيا خوكن دين الضلا. يا حي يا قيوم، او الله تو يارت رمضان رخب الغريلو. او الله رمضان مز جهنم تو ازادي منوش بني فريد همن شربو در بنو. يا الله يا الله تو يار را ازاد گرو جهنم تو ار ما بفر ازاد گرو ار تو زند را ازاد گرو ار بای بنن در ازاد گرو هر مسلمان ر. يا حي يا قيوم جهنم تو ازاد گري فلو. يا الله ليله القدر لو تفيده بندول ربو در بنو. يا حي يا قيوم. او بيان لهم ربيال أزير حلق ويد منكم وإليكم. أنا رار سوال سوالين ار إجابات بوت سوال أول عصيب بقبن لوينو فاري خوكان سوال لويدين خوكاني نمزد بشي لمبر دم حيز بوي تولي فولي سوال لويدين رمضان كريم خوي فارنين. شيخ بن عثيمين رحمة الله عليه تايت دو سوال يان غرازال لكن اك صفت ليارين صفت خند الله خنوك غمانوش غالي غوري رمضان مزد بورين نواز نفرير عبادت نگرر بلکه بہت برائی خرافی الگری زار زید دینے کی مانوشی برین او بھائی اللہ رے عبادت گستنائن حلین تولے مانوشی بے جواب دے رمضان کریم رمضان مزین او بھائی خنو خرافی خنو برائی گری لی رمضان بوزائی فلے بودے ہند اللہ نو رمضان مد اللہ دبارک و تعالی کنارے بشی آفر دین حیط اللہ مانوشی بار ہند اللہ سوال مزین حضرت بن عثیمین رحمت اللہ علیہ تائیں جواب دے ہند اللہ خطا یان خوین فرین. طبعا نبضی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانت فانوزا ہند اللہ صحابہ کرام والا زبان مد فانوزا لفظی با عبارتی سفید لغتی سفید خنو عیبنے لفظی با مزین تو نهونن بلا رمضان مبارک حدیث ما زندلا نگی اشارت نه راشی هندلا یان خورنن بلا لکن تو هنو گمشی خویت سات دولین رمضان کریم خبر لو یارنا رمضان کریم دین خبر دید هندلا صفات نا و انما رمضان القدر هندلا دی رمضان المنزلت هندلا دی کنگوری رمضان المنزلت هندلا نوی بو رمضان مزه لیلت القدر اصیل بلکه سبحان الله رک جانب مزه صاب سوار بادشاہ نے رحاس زید دینے کی سلیمان علیہ السلام درحاس دے بڑے شیڈی دے بڑے تو لے خود دے انی انقی علی کتاب کریم بشی قیمت والا درحاس کنار دے فون سے گائی بشی قیمت والا قدر والا شیڈی کنار دے آئی رفون سے گائی حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے دے لکھا بھائی دے شیڈی یعنی قیمت والا دولی تو لے رمضان ارماش لیلت القدر آس دے ہندی لماش قیمت والا نو بلا بشق قيمت ولا تل رمضان كريم فجس عدولي على أن كريم المراد منزلة رمضان وقيمة رمضان وقدر رمضان إن شاء الله ما في حرج إن شاء الله هنوش بدني.